مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. فرنجي عاد إلى بيروت، فماذا في محصلة اللقاءات؟ مواكبة للحراك الرئاسي، وزير الدولة القطري في بيروت خلال ساعات. لماذا يرفض بري تسلم منصور صلاحيات رياض سلامي ما بعد رحيله؟ الحريري متهم بالتحرش والاعتداء على مضيفتين، ومكتبه يجدد النفي. في أحد الشعانين الراعي السياسي الحقيقي خادم. الثامنة إلى ربعاً بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر الموقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب، وعبر حساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. بعيدا من الوقائع التاريخية المغلوطة التي يحاول ترويجها كل مرة، حيث ينسب إلى نفسه وحزبه بطولات هي ملك شعب كامل ومؤسسة كاملة ورموز باتوا جميعا إما تحت التراب أو في موقع سياسي آخر ضمن نفس الثوابت، وبغض النظر عن إساءاته المستمرة لسائر الأفرقاء المسيحيين ومحاولاته الدائمة لتحميل ولاية العماد ميشيل عون الرئاسية المسؤولية الكاملة عن كل ما حل بلبنان منذ التسعينات إلى اليوم، يبقى أن موقف سمير جعجع أمس كان لافتا في التوقيت والمضمون. فمن حيث التوقيت، هو أتى بعد لقاء مطول عقده مع السفير السعودي، وإثر مصالحة سعودية إيرانية وتقارب بين الرياض ودمشق، مع تصاعد احتمالات دعوة الرئيس بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية المقبلة في العاصمة السعودية. أما من حيث المضمون، فهو الأعلى سقفا لجعجع لناحية رفض وصول مرشح حركة أمل وحزب الله سليمان فرنجية إلى الرئاسة تحت شعار عب عبدة ما بتفوته، غير أن الموقف المذكور لا يلغي الشكوك، خصوصا إذا طرأ تطور إقليمي ما، ذلك أن تجارب رئيس القوات في هذا الإطار لا تحصى أو تعد. فبعد سؤاله الشهير وهل تسأل القوات عن موقفها من الطائف، الذي قصد به أنه من البديهي أن تكون معارضة للاتفاق المذكور، عاد وسار به وغطاه عسكريا وصولا إلى 13 تشرين. وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان وثورة الأرز عام 2005، عاد والتحق بالتحالف الرباعي مع حزب الله وأمل، فضلا عن المستقبل وجنبلاط. وبعد مزايداته في موضوع القانون الأرثوذكسي، عاد وتنازل في 15 أيار 2013. وبعدما بالغ في اتهام العماد عون زورا بأنه تابع للمحور الإيراني السوري وحزب الله، عاد وانتخبه رئيسا عام 2016. وبعد تفاهم مع راب الذي قضى بدعم العهد العوني من التيار والقوات معا، عاد جعجع وانقلب على تعهداته، بدءا بالموقف من احتجاز سعد الحريري ومرورا برفض التحالف مع التيار في الانتخابات النيابية ووصولا إلى الاستهداف السياسي المستمر قبل وبعد 17 تشرين. طبعا لا نردد كل ما سبق من باب الإمعان في شق الصف، بل للحث على التعلم من تجارب الماضي لتكون عبرة للمستقبل. فعسى أن يستجيب رئيس القوات للدعوات الروحية والسياسية للتفاهم المسيحي ثم الوطني، ليبدد الشك بموقفه باليقين. فكيف إذا كنا على موعد هذا الأسبوع الذي يصادف أسبوع الآلام مع لقاء روحي للنواب المسيحيين في بكركي في أربعاء أيوب، لقاء لا يعول عليه كثيرون حتى اللحظة، من دون أن يلغي ذلك الأمل بصحوة تأخرت علها تساهم في إنقاذ ما تبقى قبل فوات الأوان. مرحلة ما بعد رياض سلامة، لماذا يرفض بري تسلم نائب الحاكم الأول صلاحيات رياض سلامة؟ نانسي صعب والتفاصيل. في بيانه الأخير لتحديد سعر صيرفة على 90,000 ليرة في 21 أذار، بنى رياض سلامة قراره على المواد 75 و83 من قانون النقد والتسليف
اللتين تنصان على القرارات التي تستوجب اتفاقا مع وزير المال. وورط رئيس الحكومة بذكره أن ميقاتي الذي لم يوقع القرار قد وافق عليه. كان لافتا غياب أي إشارة إلى المجلس المركزي في البيان، وهو ما يعني أحد أمرين: إما أن رياض سلمي يواصل استئثاره بقرارات المركزي، وإما أن أعضاء المركزي يرفضون تحمل مسؤولية أو تبعات أي من قرارات سلمي، خصوصا نواب الحاكم. الأرجحية تبقى للاحتمال الثاني، خصوصا أن الجميع بات يدرك أن رياض سلامي ولو كان لا يزال حتى الآن موجودا على رأس الحاكمية، هو عمليا صفحة قد طويت كونه بات بحكم المحاصر، وبالتالي فإن التفكير الجدي قد بدأ في مرحلة ما بعده. ليس الحديث عن تعيين خلف له بهذه السهولة في ظل الشغور الرئاسي المستمر، حيث يملك رئيس الجمهورية الكلمة الأولى في تعيين الحاكم، كما في ظل حكومة مبتورة لا تملك صلاحية تعيين موظفي الفئة الأولى. وفي حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة قبل 31 تموز المقبل، لا حل إلا بتسلم نائب الحاكم الأول لصلاحيات الحاكم إلى حين تعيين أصيل، وهنا جوهر المشكلة. فوسيم منصور الذي أبدى في وقت سابق إيجابية وقبولا بتحمل المسؤولية، يجد نفسه اليوم في موقف محرج في ظل المعلومات عن أن مرجعيته السياسية أي الرئيس نبيه بري قد طلب إليه الاستقالة في حال انتهت ولاية سلامة من دون تعيين بديل. سبب هذا التراجع مرتبط بحجة أساسية يستخدمها رافضو تسلم النائب الأول، وهو عدم استفزاز المسيحيين بأن تتولى شخصية من الطائفة الشيعية صلاحيات الحاكم. هذه الحجة ساقطة يقول المتابعون، خصوصا أن بقاء منصور في المركز مؤقت ينتهي بمجرد تعيين حاكم، مذكرين أصحاب هذه الحجة بما حصل على رأس المديرية العامة للأمن العام بعد إحالة اللواء عباس إبراهيم على التقاعد. لكن السبب الأهم يكمن في قلق مرجعية منصور من تحمل المسؤولية في ظل الانهيار المتسارع، خصوصا أن المسؤولية تصبح حينها على عاتق نائب الحاكم الأول ووزير المال، وهما من الطائفة الشيعية، إلى جانب مسؤول منصة صيرفة عباس عواضة ابن الطائفة أيضا. هذه الحجة بحسب المتابعين تظهر غياب الحس الوطني الذي يترجم تهربا من المعنيين بتحمل المسؤولية مسؤولية الحلول ومحاولات إنقاذ ما تبقى، علما أنهم في الأساس يشكلون أحد أبرز مكونات الأزمة من خلال السياسات التي اتبعوها أو وافقوا عليها بالحد الأدنى منذ التسعينات وإلى اليوم، لا سيما أن أهم ما يقوم به سلامي حاليا هو تحديد سعر صيرفة مع كل التداعيات الناتجة من تغيير هذا السعر على كافة القطاعات، وفي ظل تعدد أسعار صيرفة حتى بين سعر لرواتب القطاع العام وآخر لتعرفة الكهرباء إلى جانب السعر الأساسي للمنصة. لكن مصادر مطلعة تقول أن رفض بري لتسلم منصوري قد لا يعد تهويلا من فراغ يضرب حاكمية المركزي، بما يشكل ضغطا أقصى ينتهي إلى فرض رئيس للجمهورية يريده بري، أو تكون له الكلمة الفصل في اختياره على الأقل. بعد زيارة فرنجية لباريس، أجواء رئاسية ضبابية وانتظار لما سيحمله الموفد القطري الذي يزور لبنان بدءا من الغد. تقرير غريس مخايل. أعادت مصادر رفيعة مطلعة على الملف الرئاسي التشديد عبر الأو تي في على أن الأجواء لا تزال ضبابية وغير واضحة، معتبرة أن المعالم لن تتكشف إلا بعد الأعياد عند الطوائف المسيحية والإسلامية، أي بعد شهر على الأقل، مؤكدة كذلك أن زيارة سليمان فرنجي لباريس لم تكن حاسمة على عكس ما حاول مقربون منه أن يروجوا، مضيفين أنه سيزور الرياض بعد باريس ليتبين لاحقا أن الأمر غير صحيح. واستغربت هذه المصادر هذه المعلومات غير الصحيحة، معتبرة أنها لا تصب لمصلحته خصوصا أمام الرأي العام. وأضافت المصادر نقلا عن أجواء زيارة فرنجي للعاصمة الفرنسية أنها تعتقد بأن الاحتمال الأكبر هو أن فرنسا طلبت إيضاحات وتفسيرات من فرنجي لتقديمها للجانب السعودي، لكن الأمور لا تزال معقدة، خصوصا أن الجانب السعودي لا يزال على موقفه حتى الساعة. والدليل هو ما ورد في كلمة رئيس حزب القوات سمير جعجع أمس، هو الذي صعد على هذه الجبهة. بيحكوك بالحوار والتفاهم وهن مقررين سلفا مين بدهم والطريقة اللي بدهم يوصلوا فيها. اللي مفكر يبتزنا هالمرة مثل كل مرة بمرشح تابع له أو الفراغ، رح نقول له من هلأ بشكل كتير واضح إنه أي مرشح من محور الممانعة وشو ما كان اسمه وشو ما كان نوعه هو الفراغ بحد ذاته، وما رح يكون عهده إلا جزء تاني
من الجزء الأول للعهد السابق. مشكلة العهد السابق ما كانت بس بهوية الرئيس واسمه، بقدر ما كانت مشكلة نهج لدويلة محور الممانعة مناقض تماماً لمفهوم الدولة. هالمرة ما رح نترك الفاجر يأكل مال التاجر، ومثل ما بالزمانات قال الزحلي لجيش الأسد عزحلي ما بتفوتوا، هيك هلأ منقول لمحور الممانعة عبدة ما بتفوتوا. المصادر الرفيعة المطلعة تابعت عبر الأو تي في بالإشارة إلى أن موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط الذي كان زار باريس قبل زيارة فرنجي لم يتغير أيضا، وأنه نقل أجواء زيارته إلى حزب الله مشددا على أنه لا يزال مصرا على أن الخيار يجب أن يتجه نحو اسم ثالث لا يشكل تحديا لأي فريق من اللبنانيين ويقدر أن يجمع أصدقاء لبنان حوله. وأضافت المصادر أن كل ما حكي في الإعلام عن أنه كانت هناك محاولة لجمع رئيس تيار المردة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في فرنسا وأن جملات رفض غير صحيح، وهذا الأمر لم يحصل. في هذا الوقت برز تحركان لكل من قطر ومصر، فالاثنين يزور وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي بيروت على أن يلتقي 11 من قبل الظهر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كما يلتقي الرئيس نبيه بري وعددا من القيادات والأطراف السياسية. وقد أكدت المصادر عينها للأو تي في أن زيارة الخليفي كانت مقررة منذ أسبوعين لكنها أرجئت لظروف تتعلق بالمنصب الجديد الذي تولاه، وأشارت إلى أنه كان زار العاصمة الإيرانية قبل زيارة لبنان. هذا من جهة الجانب القطري. أما من جهة الجانب المصري فإن الخارجية المصرية تنشط على العمل لإنجاح عقد اللقاء الخماسي الثاني، حيث بدأت المشاورات لعقده بعد عيد الفطر في أواخر نيسان الجاري أو مطلع أيار المقبل في القاهرة أو الرياض. فرنجي اختتم زيارته لباريس، ولكن ماذا في التفاصيل؟ المزيد في هذه الرسالة للزميلة جوال بيونس. من بعد مغادرة رئيس تيار المردة سليمان فرنجي العاصمة الفرنسية باريس، بدأت بعض الأجواء يعني تتكشف من لقاءاته ونقاشه هنا في العاصمة الفرنسية مع المسؤولين الفرنسيين. المعلومات تفيد بأنه على عكس ما قاله بعض اللبنانيين ليس صحيحا أن فرنسا سحبت إيدها من موضوع سليمان فرنجي أو الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ولكن على العكس صحيح أنه بلغت سليمان فرنجي أنه الوضع مع المملكة العربية السعودية صعب تجاه اسمه، ولكن هناك عقبات ويمكن العمل على تذليل، هناك أمور بدك أنت تراعيها وهواجس تتطلبها تطلب المملكة العربية السعودية يعني أن تذلل هذه الهواجس. قالت حرفيا أنه هي ستبقى شغالة على الموضوع مع الطرف السعودي، ولكن الأمر ليس بالسهل. المعلومات الأكيدة من مصادر مطلعة على الجو الفرنسي أن فرنجي لم يلتقي فقط باتريك دوغال في باريس، ولكن اللقاءات شملت أيضا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وبالمعلومات أن الرئيس الفرنسي حاول أن استفسر من سليمان فرنجي على أربع نقاط. الملف أولا سلاح حزب الله واستراتيجية دفاعية، وقال كيف ستتعاطى مع هذا الموضوع. كان واضح جواب سليمان فرنجي عندما قال بأنه هذه المسألة أسير بما يتفق عليه اللبنانيون، وأنا لا يمكن أن أسير بما قد يؤدي إلى حرب أهلية في لبنان. النقطة الثانية هي العلاقة مع سوريا. كان كمان هنا قال رئيس تيار المردة العلاقة واضحة وعلى رأس السطح، أنا مع سوريا وعندي علاقة جيدة، ولكن هذه نقطة قد تخدم قضايا كثيرة في لبنان، منها مسألة النزوح السوري التي تتطلب حوار مع سوريا. النقطة الثالثة هي العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وهنا الأساس. وهون كان في جواب من سليمان فرنجي أنه علاقتنا تاريخية من بيت فرنجي لليوم مع المملكة العربية السعودية، ولكن أنا جاهز للقيام بكل ما فيه مصلحة لبنان إذا ما تطلب الأمر ترتيب هذه العلاقة، هو مستعد لذلك. النقطة الرابعة كان لفت أنه سئل على الملف الداخلي اللبناني والاقتصادي وكيف سيتعاطى سليمان فرنجي في حال وصوله إلى سدة الرئاسة مع الملف الداخلي اللبناني، وإذا كان هو سيسهم بتعطيل بعض الأمور إذا وصل. كان جوابه كما واضح أنه أنا لا أسير إلا بما يتفق عليه اللبناني وما فيه لمصلحة لبنان أولا، والوحدة الوطنية بالنسبة لي هي الأساس. أختم هذه الرسالة بالقول انه كان في السابق سليمان فرنجي بده يطلع يعلن ترشيح قبل الاتفاق الايراني السعودي، يبدو تمهل، ولكن المعلومات تشير من باريس الى انه الجو يبدو بالايام المقبله القليله المقبله راح يكون في كلام لرئيس تيار المردة، حيخرج الى الاعلام ويقول شيء ما مهم. بالختام تصف مصادر مطلعه على الاجواء اللبنانيه الفرنسيه بانه الجو تجاه سليمان فرنجي مقبول حتى اللحظه، ولكن هناك عقبات، هناك يعني يمكن يجب العمل عليها مع الطرف السعودي، وهنا الاساس. الطرف السعودي حتى الساعه من انه
بلان بموضوع سليمان فرنجي كمواصفات رئيس. هذا العمل رح تجرب فرنسا تقوم فيه، ولكن هذه مهمة ليست بالمهمة السهلة. هذا كل شيء حتى اللحظة من العاصمة الفرنسية باريس. دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كل القوى السياسية إلى التفاهم الوطني والتفكير الجدي بالمصلحة الوطنية من أجل إنقاذ البلد، لافتا إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار الأوامر الخارجية. ولفت في سلسلة تصاريح إلى أننا لسنا طامحين إلى تسلم سلطة في هذا البلد، وأكد رعد أننا لا نريد دولة تقوم على التسول، مؤكدا الانفتاح على الحوار مع الآخرين، لكن أين هو المرشح الآخر؟ موضوع رئيس الجمهورية موضوع من الموضوعات التي نختلف حولها في شأننا السياسي. لماذا؟ لأن الرئيس المطلوب للجمهورية يتوقف على موقفه كثير من الأمور التي فيها إما هدر للدماء وإما إعزاز لتلك الدماء واعتزاز بها. اللبنانيون هم الذين يجب أن يقرروا من هو رئيس جمهوريتهم. نحن لسنا طامحين إلى تسلم سلطة في هذا البلد، لكن حريصون على أن تأتي سلطة تستجيب لتطلعات الناس. لا نريد تفرداً في إدارة شؤون الناس، بل نحرص على شراكة الآخرين في إدارة هذه الشؤون لنضمن حسن التعامل مع الناس وحسن بناء الدولة. لا نريد دولة تقوم على التسول. أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداس أحد الشعانين لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي إلى أنه ما أجمل الساسة الذين يلتزمون بقول الحقيقة، وما أجملهم إذا أدركوا أن السلطة الموكولة إليهم هي للخدمة لا للتسلط، وأنهم في السلطة ليسوا أسيادا بل خداما للناس، مؤكدا أن السياسي الحقيقي خادم، وحين لا يكون كذلك فهو سياسي سيء. ولفت في كلام وجهه للسياسيين إلى أنهم ليعلموا على رأسهم النواب أن الضامن للسياسة الصالحة هو انتخاب رئيس للجمهورية. فالسياسي الحقيقي خادم، وعندما يكون خادما فهو سياسي سيء، بل ليس سياسيا، لأن السياسة فن شريف لخدمة الخير العام. بهذه الصفة هو مدعو ليدمر في ذاته خطيئة الفساد والمصلحة الخاصة والأنانية والمكاسب غير المشروعة والتعدي على المال العام، ثم يلتزم خدمة المحبة والعدالة وخير المواطنين. وليعلم السياسيون وعلى رأسهم نواب الأمة أن ضامن السياسة الصالحة هو انتخاب رئيس للجمهورية يحمل هذه المواصفات، لكي تنتظم معه المؤسسات الدستورية. بهذه الروح نحن نستعد مع السادة النواب المسيحيين للخلوة الروحية صباح الأربعاء المقبل 5 نيسان الجاري في مركز بيت عنيا في ظل سيدة لبنان حريصة، نستمع معا خلالها إلى كلام الله في تأملين، ونكرس الباقي للصلاة والصوم والتأمل والتوبة، وننهي بالقداس الإلهي مع المناولة الفصحية، فنصلي معا من أجل لبنان وخلاصه من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية.
وصل البابا فرانسيس إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث ألقى التحية على الجموع من السيارة البابوية أثناء تجوله في الساحة، قبل أن يترأس قداس أحد الشعنين بمشاركة 30,000 شخص. وأمس خرج البابا فرانسيس من المستشفى بعدما أعلن الفاتيكان تحسن في صحته، حيث أدخل إلى المستشفى في روما لتلقي العلاج من التهاب في الشعب الهوائية. وكان قد أدخل البابا إلى المستشفى في الجناح المخصص للبابوات في الطابق العاشر من مستشفى جامعي، أدخل إليه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عدة مرات أيضا. أحيت الكنائس الكاثوليكية في الإمارات قضاديس الشعانين بحضور كثيف في مختلف الرعاية، بعدما تزايدت أعداد الوافدين من مختلف الجاليات العربية ولا سيما منها اللبنانية في العامين الفائتين. في كنيسة القديس فرانسيس في دبي، رأس الذبيحة الأب طانيوس جعجع الكبوشي الذي ركز في عظته على معاني العيد الذي يمهد لأسبوع الآلام وأحد القيامة. وفي ختام القداس طاف كهن الرعية مع جمهور المؤمنين حاملين الشموع وأغصان الزيتون وسعف النخيل، هاتفين هوشعنا لملك السلام. وكان الأب جعجع أحيا قداس الشعانين في كنيسة القديسة مريم في دبي. قداديس الشعانين عمت مختلف كنائس الإمارات في أبوظبي والشارقة والعين ورأس الخيمة. تجدر الإشارة إلى أن كنائس الإمارات تتبع لأبرشية النيابة الرسولية في جنوب شبه الجزيرة العربية التي تضم الإمارات وسلطنة عمان واليمن، وهي ولاية إقليمية للكنيسة الكاثوليكية تتبع مباشرة للفاتيكان، ويرأسها المطران الإيطالي باولو مارتينيلي، ومقره أبو ظبي. والآن إلى أسرار اليوم. لا يعول المعنيون كثيرا على الرياضة الروحية يلي دعت لقلب كيرك الأربعاء المقبل للنواب المسيحيين. لا يزال أكثر من طرف يؤكد أن ترشيح الثنائي الفرنجي ليس للمناورة ولا للتراجع عنه ولو تطلب وصوله إلى بعد سنوات. توقف كثيرون عند موقف للنائب محمد راعد، هاجم فيه ما سماه مرشح الخلفية الاقتصادية المدعوم من الأمريكيين، حيث تم تفسير الرفض أنه رفض من حزب الله لجهاد أزعور. ما هي حقيقة القضية المرفوعة على الحريري في نيويورك؟ تقرير سينتيا يمين. بعدما انتشرت مؤخرا أخبار حول توجيه مضيفتي طيران دعوى قضائية ضد الرئيس سعد الحريري، تتهمان فيها رئيس الحكومة السابق بأنه اعتدى عليهما داخل طائرته الخاصة، أشار المكتب الإعلامي للحريري إلى أن اسمه غير وارد في الدعوى كما يتم التداول، مشيرا إلى أن الهدف من زج اسمه في هذه الدعوى هو تلطيخ سمعته ولذلك سيدافع عن نفسه في القضاء. كما أضاف البيان بأنها المرة الثالثة التي تتقدم فيها هاتان المشتكيتان المبهمتا الاسم، واللتان لا تقطنان في الولايات المتحدة ولا تربطهما أي علاقات به، بدعوى مليئة باتهامات كاذبة تماما وغير مقبولة تهدف للإثارة والقدح والذم بحق شخص الحريري. وأضاف مكتب الحريري بعدما وافقت محكمة أخرى في نيويورك سابقا على طلبنا رد الدعوى الأصلية ورفضت تلقائيا قبول الدعوى في المحاولة الثانية، تعيد المشتكيتان المبهمتا الاسم والكاذبتان الكرة مرة ثالثة، واللافت أن هذه الدعاوى تقدمها شركة محاماة اتخذت بحقها المحاكم عقوبات لمرات عديدة بسبب سوء تصرفها. وتابع البيان بأن الرئيس الحريري سيبقى يرفض ابتزازه لسداد ملايين الدولارات التي طلبت منه لقاء الامتناع عن تقديم هذه الدعاوى القانونية. وختم بيان المكتب الإعلامي للحريري بأن ما يجري ليس سوى حملة تشهير دبرتها سيدتان تبحثان عن كسب مالي وتقومان بتلطيخ سمعة الحريري في سبيل ذلك. وكانت مواقع عدة بينها ذا نيويورك بوست قد كشفت أن الدعوى المذكورة رفعت في 20 آذار الماضي في محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث وجهت اتهامات للحريري بالاغتصاب في مكان العمل، فضلا عن حالات متعددة بالاحتجاز القسري والاعتداء والتحرش الجنسي وفق ما ورد في شبكة CNN الأمريكية أيضا. كما أشارت المضيفتان اللتان كانتا تعملان على طائرة الحريري الخاصة وفق ما نشر، إلى أن هذه الحوادث وقعت من العام 2006 وحتى العام 2009 على متن طائرة سعودي أوجي، وهي شركة كان يملكها سعد الحريري. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد في تذكير اليوم. بشير الجميل يشرح بعض وقائع معركة زحلة. هالسبع تلاف يلي اجيبهم بالداخل كم ميت شاب كان مفروض يبرروا عدم تمكن دخولهم على زحلة بسبب في سبب انه يا اخي نحن ما عم نقدر ولا ما نحسن ندخل على زحلة. القيادة تسأل انه عايز مزيد من الدبابات والشاحنات، قل له يا سيدي مو قصة دبابات ولا قصة شاحنات، ما احسن ادخل. ليش ما تحسن تدخل؟ لانه يا اخي في اسرائيليين جوا. ليش ما تقدر تدخل؟ لانه في وهيدا كله على كاسيت مسجل، يعني هذا مش للضحك، هيدا كله مسجل على كاسيت، وكل هالمخابرات بين القيادة والعسكر حقيقة مخابرات رهيبة. وبتعجب أنا هالجيش هيدا كيف قادر بعد يهدي. ليش ما تحسن تدخل؟ لأنه يا أخي في حاجز إسرائيلي قدامي. ما بعرف من وين كانوا عم بيشوفوا إسرائيليين مطرح من كان بزحلة. والآن إلى تاريخ اليوم. اثنين نيسان 1981 محطة تاريخية بسياق حرب لبنان، حيث يرمز إلى معركة زحلة بين الجيش السوري من جهة وقوات الجبهة اللبنانية بقيادة بشير الجميل من جهة تانية. وقد كانت لهذه المعركة تداعيات إقليمية كبيرة، حيث كادت تؤدي إلى مواجهة شاملة إسرائيلية سورية على أرض لبنان، غير أن الأزمة انتهت بحل قضى بخروج قوات بشير من زحلة ونشر قوى الأمن الداخلي بالمدينة. لكن بعد سنوات انقلبت الأمور رأسا على عقب. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر بأن مصر وسوريا تجريان محادثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية وعقد لقاء محتمل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسوري بشار الأسد أواخر الشهر الجاري. وأوضحت الصحيفة أن السيسي والأسد قد يلتقيان في أواخر نيسان الحالي، أي بعد نهاية شهر رمضان، منوهة بأنه لم يتم تحديد موعد ومكان الاجتماع بعد. وكان قد وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية، وهي أول زيارة له لمصر منذ 2011. وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري والمقداد اجتماعا ثنائيا مغلقا، ثم جرت مفاوضات بين وفدي البلدين، واتفق الوزيران على تكثيف قنوات الاتصال بين البلدين. ذكرت مصادر مطلعة أن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض في أيار، وهي خطوة من شأنها إنهاء عزلة سوريا الإقليمية رسميا. وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر أن تعقد يوم 19 أيار. وذكر المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي أن الجامعة ليست مطلعة على كل خطوة على المستوى الثنائي بين الدول العربية، مضيفا لا يفترض أن يجري إبلاغنا مسبقا بالزيارة المفترضة. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجرى تحديد موعد اللقاء بينهما. وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن الوزيرين بحثا في العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير. أهلا بكم من جديد، والآن إلى الفقرة الرياضية والزميل إلي نصار.
واصلت أكاديمية بيروت فوتبول أكاديمي حصد الألقاب والكؤوس، وأضاف فريق للشبات إنجاز لسبق يلي حققه فرق الشباب بالسنوات الأخيرة. فتوج بلقب الدوري اللبناني للشبات لموسم 2022-2023 بإنجاز استثنائي، ليس لأنه حقق اللقب للمرة الأولى بتاريخه، بل أيضا بسبب تصدر وترتيب البطولة ب 40 نقطة مع فوز ب 13 مباراة وتعادل واحد من دون خسارة، متقدما على نجوم الرياضة يلي أنهى البطولة تاني ب 34 نقطة. الفريق احتفل بلقبه بفوز جديد على حساب 11 فوتبول برو 3-2 بالمباراة اللي صارت بيناتهم على ملعب الشرق بالمرحلة 16 والأخيرة، وتسلم بنهايتها كأس البطولة من رئيس لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد اللبناني أسعد سبليني، علما أنه لاعبة الفريق سنتيا صالحة أحرزت لقب هدافة البطولة ب 25 هدف، بينما نالت سينال بريش جائزة أفضل حارس مرمى. هالإنجاز هو بدل على اهتمام الأكاديمية بكرة السيدات والسعي لتطويرها بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للعبة وتقديم لاعبات مميزات للمنتخب الوطني، تماما مثل ما عملت الأكاديمية بالسنوات الطويلة الماضية على صعيد الأشبال والشبان والناشئين. والآن إلى الأحوال الجوية مع الزميلة بولين عون. مساء الخير. طقس ربيعي ومستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحراره. جونا لبكره قليل الغيوم ودرجات الحراره رح تتسجل على الشكل التالي. منبدا بعكار عم بتسجل 24 درجه، طرابلس 22، بيروت 24، سور 25 درجه، مننتقل لبعلبك اللي عم بتسجل 21 درجه، لقلوق 18، زحله وجزين عم بيسجلوا 23 درجه. نسبة الرطوبة ساحلا توصل ل 60%، الرياح السطحية شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. خلينا نشوف سوا تفاصيل الأيام الجاية. للتنين والثلاثة جونا قليل الغيوم بالإجمال مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل أقصاها 24 درجة لنهار التنين و 28 درجة لنهار الثلاثة. للأربعة جونا بكفة صافي وقليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل 23 درجة. لنهار الخميس جونا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة لتسجل 19 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بلاقيكم بكرة تصبحوا على خير. وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.